لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور المتقابلين مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، تكلمنا في المرات السابقة حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الرحم. ذكرنا في لقاءين سابقين ما يتعلق بصلة الرحم من ثمرات تترتب على وصلها وعقوبات تترتب على قطعها، وذلك في ظلال هذا الحديث المبارك. والليلة إن شاء الله مع اللقاء الأخير حول صلة الرحم نذكر فيه 10 وسائل تعيننا على وصل أرحامنا، طرق 10 نأخذ بها لنقوم بهذه الفريضة التي وقع التقصير فيها في هذه الأيام خصوصا من الكثيرين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، وأن يعيننا على وصل أرحامنا. أول هذه الطرق، وليتك تلخصها خلفي وتستعين بالله عز وجل أن تقوم بها ونربي كما ذكرت أبناءنا وإخواننا على هذه المعاني الإيمانية المهمة. أول هذه الطرق الاستعانة بالله عز وجل والدعاء، الاستعانة بالله عز وجل والدعاء، وذلك لأن كل خير إنما هو من الله سبحانه، وما نستطيع فعله إلا بالله سبحانه. ولذا نجد في الفاتحة أفضل الدعاء أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فنحن ما نستطيع عبادة الله سبحانه وتعالى إلا إذا أعاننا على ذلك، فإياه نعبد وهو سبحانه وتعالى من يعيننا على هذه العبادة. أن تدعو الله عز وجل، أن تدعو الله عز وجل أن يشرح صدرك للخير وأن يوفقك ويعينك على ما أردت من الصلة. كل خير إنما هو بيد الله سبحانه، ومفتاح ذلك في الاستعانة به والدعاء والإلحاح. فيحسن بك أخي الحبيب أن تكرر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا من حسن العبادة. أو تقول: اللهم أعني على وصل ما أمرت بوصله، اللهم اجعلني وصولا لأرحامي، وأعني على الإحسان إليهم وتحمل الأذى منهم، ونحو ذلك من المسائل والتضرع. الطريقة الثانية أو الوسيلة الثانية: مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان، مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان. وهذا مما يبقي الود ويحفظ ما بين الأقارب من العهد، ويهون على الإنسان ما يلقاه من إساءة، كما فعل ذلكم الصحابي الذي جاء للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. حينما ننظر في هذه الشكوى نجدها تتكرر كثيرا في أيامنا وتنتشر في من حولنا: لك قرابة تصلهم ويقطعونك، تحسن إليهم ويسيئون إليك، تحلم عنهم ويجهلون عليك، ماذا تفعل؟ يا ترى بما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: لا يستحقون شيئا من إحسانك؟ هل قال له: لا تسأل فيهم، لا تسأل فيهم؟ كلا، إنه صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لئن كنت كذلك أو لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل.
ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، رواه مسلم. تعالوا لنتوقف أحبتي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. مل المقصود بالمل؟ الرماد الحار. إيه الرماد؟ ها قولوا، ما يبقى بعد احتراق الخشب ونحوه، بالضبط الخفيف هذا. فهذا الصحابي يصل أرحامه وهم يقطعونه، يحسن إليهم وهم يسيئون إليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابي مع أرحامه بمن يسف غيره. طبعا يسف معروف، يسف غيره المل. قال النووي رحمه الله في تفسيرها ثلاثة أقوال: الأول تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. يعني الإنسان لما يجيب تراب الفرن ده المحترق الساخن ويسفه، ما الفائدة التي تعود عليه من ذلك؟ لا شيء سوى الألم، لا شيء سوى الألم. فكأن هذا المحسن حينما يصل أرحامه يلحقهم من الأذى والألم كالألم الذي يلحق من يأكل الرماد الحار، ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. القول الثاني معناه أنك بالإحسان إليهم تخرجهم، تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل. يعني حينما يستمر على الإحسان وهم مستمرون على الإساءة فهذا يجعلهم يحتقرون أنفسهم، هذا يصيبهم بشيء من الخزي. إزاي أنا أحسن وأنت تسيء، وأنا أستمر على ذلك وأنت تستمر على الإساءة؟ يأتي عليه بعض الأحوال فيخزى في نفسه ويحتقر نفسه لأجل ذلك كمن يسف المل أي الرماد الحار. معنى الثالث: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم، والله أعلم. يعني هذا الإحسان الذي يصل إليهم من هذا الرجل كالمل، يعني الرماد الحار، يحرق أحشاءهم، والله أعلم. والحديث كما نرى عزاء لكثير من الناس ممن ابتلوا بأقارب شرسين، وهذا واقع وموجود. عزاء لكثير من الناس الذين ابتلوا بأقارب شرسين يقابلون الإحسان بالإساءة، وفيه تشجيع للمحسنين على أن يستمروا في الإحسان على طريقتهم المثلى، فإن الله معهم وهو مؤيدهم وناصرهم ومثيبهم. لك فقط أن تتفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله ظهير، يعني ظهير معين ومؤيد ما دمت على ذلك. تحتاج إيه بعد كده؟ إذا كان الإنسان كذلك يبقى ويستمر على ذلك والله يعينه والله يؤيده. طبعا واقع الناس بخلاف ذلك، لما يبقى واحد يحسن إلى الأقارب وهم يسيئون يروح يستشير حد من الكبار بتوع العيلة يقول له إيه، يقول له الواقع، بيقول له إيه، هيرد يقول له إيه، ولا تروح له ولا تسأل ولا بتعبرهم انت عارف بقى، خدت بالك، ما يستهلوش، انت ليه تحقر نفسك وكذا وكذا. هذا لجهل الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. يحرم الإنسان نفسه من هذا المعنى: لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وصدق من قال وأحسن: وإن الذي بين وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندا، وإن أكلوا لحمي للغيبة والنميمة وما إلى ذلك وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. شوف المعاملة كيف تكون: ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. ما يبقاش إنسان رئيس ولا سيد إذا كان يحمل الحقد على الناس. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا، وإن قل مالي، طب أنا بديهم ولا معايا، طب ما فيش، وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. إيه الرفد؟ المعونة والكرم والجود والعطاء، ما طلبش، ما استناش منه. وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا.
الطريقة الثالثة لوصل الأرحام أو من الطرق التي تعينك على صلة الرحم قبول الأعذار إذا أخطأوا واعتذروا والصفح عنهم. قبول الأعذار إذا أخطأوا واعتذروا والصفح عنهم، وهذا أمر لا بد منه، فإن الإساءات ربما يعني تتكرر، وقل أن تصدر وقل ألا تصدر إساءة من الناس بعضهم لبعض، خاصة الأرحام. فإن كان الإنسان دوما يريد أن يستوفي حقه ويريد أن يرد إليه اعتباره، ودوما لا يقبل عذر من اعتذر، فإنه لا يستطيع الحياة بين الناس، يحتاج لعالم آخر وكوكب جديد حتى يستطيع الحياة. فتجد مشاكل في البيوت ومشاكل في الأعمال والوظائف والمدارس والجامعات، ومشاكل في المجتمعات، ومشاكل بين الأرحام والأقارب. الأمر يحتاج لصفح، ويحتاج لحسن خلق، ويحتاج لكرم. هذه الطريقة مما تدل أو مما يدل على كرم النفس وعلو الهمة. من أروع الأمثلة في ذلك اللي هو قبول الأعذار والصفح عن المخطئ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة لما فتحها، فبعد كل ما فعلوه من الظلم والأذى والقطيعة، لما فتح مكة وقف في أهل مكة وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هو لو أمر أصحابه أن يقطعوهم قطعا قطعا لفعلوا وما تأخروا رضي الله عنهم، بل بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الرضوان على الموت، على الموت. وها هم أهل مكة وقفوا في هذا الموقف على ما فيهم من الضعف والخزي، على ما قدموه من الأذى للنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: ورد أخ كريم وابن أخ كريم. يا أولاد الذين، دلوقتي أخ كريم وابن أخ كريم، طب وهو يعذب أصحابه ويلقى عليه الأذى وهو ساجد ويخنق بالثوب، ما كانش أخ كريم؟ لكن موقف الضعف بقى، هو خلاص دلوقتي خلاص مسكته من رقبته، فيقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وسلم. بل أبو سفيان ابن عمه، شوف بقى الأرحام، يظل في العداوة ما يقرب من 20 عاما، ويأتي يوم فتح مكة ويريد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع، فينصحه علي أن يأتيه من قبل وجهه ويقول له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم للتو: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ويقبل منه الإسلام. هذا أيضا يذكرنا بيوسف عليه السلام، ماذا فعل معه إخوته، كيف كان قدر ظلمهم له. وتخيل الموقف لو حدث معك من إخوتك، باعوه بثمن بخس. شوف، تخيل الإنسان يبيع أخوه، يبيعه بفلوس ويأكل ثمنه، والذي يبيع الحر ويأكل ثمنه من الذين يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصما لهم يوم القيامة، عليكم السلام، يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصما لهم وحجيجا لهم يوم القيامة. تسببوا في تعرضه لأخطر وأضر فتنة على الرجال، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من إيه؟ من النساء، بل ليست فتنة امرأة واحدة امرأة العزيز، بل فتنة الإيه؟ النسوة. شوف، تخيل إنسان يتسبب في تعريضك لفتنة شديدة بهذه الصورة، ثم كذلك تسببوا في سجنه وهو البريء. ومن يوسف ومن أنا ومن أنت؟ لو واحد من إخواتك تسبب في حبسك، شوف أنت كده في ظلام السجن وغياهب السجن، كيف يكون في قلبك نحو هذا الأخ؟ هل يمتلئ قلبك بالصفح والعفو والإحسان إليه بعدما فعل ما فعل، أم تنتظر وتعد الأيام والليالي حتى تخرج وتدخله مكانك؟ لابد أن نحاول إسقاط الآيات والسور على واقعنا وعلى أخلاقنا وسلوكياتنا، وبذلك ننتفع بالقرآن. أما الذي يقرأ القرآن هذرمة هزا كهز الشعر، ولا يحاول إسقاط الآيات والمعاني على واقعه وأخلاقياته وسلوكياته، فهذا قليل الانتفاع بالقرآن. تخيل معي هذا الموقف، ويوسف عليه السلام يلقى إخوته ويقولون له: أإنك لأنت يوسف؟ أنت يوسف، أنت أخوه. فيقول إيه؟ أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قالوا له، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك، وإن كنا لخاطئين. بما رد؟
حينما وجد منهم بادرة التوبة والاعتراف بالخطأ. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال لهم يا إخواني؟ هل وبخهم؟ هل عاتبهم؟ هل عنفهم؟ كان من الممكن أن يقول لهم هنتفاهم يعني، بس نشوف انتوا عملتوا، يعني هفكركم بس انتوا عملتوا ايه. فاكرين لما خدتوني رميتوني في البير وكنت بعمل كذا وانتوا بعملتوا؟ فاكرين لما عملت؟ فاكرين؟ وفي لا، طب انا عفيت عنكم. كان ممكن يفعل ذلك، وانما قال لا تثريب. ما معنى التثريب؟ اللوم والعتاب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المدينة بيثرب. واضح؟ لا تثريب عليكم اليوم، بل دعا له. يعني ليس الأمر أنه لا يعاتب بل يدعو. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بل تأملوا إخواني في موقف الصديق رضي الله عنه. كل المواقف دي بنذكرها في قضية إيه؟ حد معانا ولا سرحتوا مني؟ قبول الأعذار. عشان ما يجي واحد من قرايبك وأرحامك يعتذر لك، اقبل عذره. كن سامح النفس، كن كريما، كن غنيا بالله عن الغنى بالناس والحاجة إلى الناس. كن للناس كما تحب أن يكون الله عز وجل لك. الذي يعفو عن الناس يعفو الله عنه، الذي يصفح يصفح الله عنه، الذي يغفر للناس يغفر الله عز وجل له. لما خاض مصطح رضي الله عنه في من خاض ومع من خاض في عرض عائشة رضي الله عنه، أيضا تأملوا الموقف جيدا وتخيلوه على واقعنا، تصوروا على واقعنا. إنسان أنت تصله بعطاء، كل شهر بتديله حاجة 100 جنيه 200 جنيه، وحصل من بعض الكذابين والمنافقين أن خاضوا في عرض امرأتك وتكلموا عليها، وأنت تعرف وتعلم وتدرك وتوقن أنها طاهرة مبرأة. لئن تصورت أن يخوض الناس في عرض امرأتك كل الناس، لكنك ما تتخيل ولا تتصور أن يخوض من؟ القريب الذي تحسن إليه. ليه؟ هتقول ده أنا إيدي في بق، ده هو لحم كتفه من خير، ده هو صح كده؟ وظلم ذوي القربى أشد مضادة من واقع الحسام المهندي، ضرب السيف. ما يبقى الظلم جاي لك من القريب يبقى أشد من البعيد أو الغريب. طب فلو كان الغريب ممن تحسن إليهم يبقى إيه؟ أشد وأشد. فيقع ويخوض مصطح رضي الله عنه وغفر له مع من خاض في عرض عائشة، فيقسم الصديق ألا يصله بنافعة أبدا، يقطع العطاء الذي كان يعطيه إياه. فينزل القرآن تربية للصديق وللمؤمنين على الأخلاق العالية الرفيعة التي هي أخلاقنا نحن المسلمون، ليست أخلاق الغرب والأجانب أهل أوروبا وأمريكا الذين فتن الشباب بهم، فإذا ذهب بعضهم إلى هذه البلاد يقول وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين. كلا، بل وجدت كفارا يشركون بالله سبحانه وتعالى ويحاربون دينه ويسبون الرب سبحانه حينما ينسبون إليه الولد، إلى غير ذلك. أعظم جريمة في الوجود هي الكفر بالله سبحانه وتعالى، مهما كان خلق الإنسان عليه لا ينفعه ذلك. وإنما نحن أهل الإسلام، نحن الذين قصرنا وفرطنا في أخلاقنا وفي الأخذ بها والتعامل بها. وهذا لا يعني أن الكفرة أفضل من المؤمنين وأن الكفرة أعلى من المسلمين، كلا، بل هم إنما أخذوا هذا منا وذلك منا، بل أخذوا الأخلاق والحضارة منا وترجموا ذلك في واقعهم وفي مجتمعاتهم، ثم صدروه إلينا بعد ذلك بلغتهم. ثم بعض بني جلدتنا ينكرون علينا أننا نريد تعريب هذه الكتب بعد ذلك. ومن ألفها ومن كتبها؟ أليس أجدادنا؟ بلى والله، لكنها القزامة التي أصابت البعض، فينظر لكل ما هو غربي وكل ما هو أجنبي بعين الإكبار، وينظر إلى كل ما هو إسلامي بالاحتقار والدونية ونحو ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أخلاقنا إخواني. القرآن يربي المسلمين على حسن الخلق ويدعو الصديق للعفو والصفح، فيقول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وإيه؟ وليعفوا وليصفحوا. ولا يأتلي يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ثم انظر للفظة الآتية وما فيها من الحنان والعطف، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيبادر الصديق
قائلا بلى يا رب إني أحب أن تغفر لي، أو كما قال رضي الله عنه ويعفو عن مصطح وليس عفوا فحسب، بل يقول والله لا أقطعها عنك أبدا، يعني يعيد إليه ما كان من العطاء ويقسم أنه لا يقطعها عنه أبدا. هكذا تكون العلاقة بيننا وبين أرحامنا، هكذا يكون التعامل في ظل الصفح والعفو والإحسان وعدم انتظار المثل من الأقارب والأرحام. إنها القلوب الكبيرة التي استغنت بالله فلم ترى هذه الإساءة شيئا في مقابل الثواب الذي أعده الله للمحسنين والصابرين. وحسبك من ذل وسوء صنيعة مناوات ذوي القربى وإن كان قاطعا. وحسبك من ذل وسوء صنيعة مناوات ذوي القربى أو ذي القربى وإن كان قاطعا، يعني ما تقطعش الأقارب حتى وإن قطعوك، ولكن أواسيه وأنسى عيوبه، ولكن أواسيه وأنسى عيوبه لترجعه يوما إلي الرواجع. أنا حنسى وأنا حصفح وسيعود ويحسن بعد ذلك. ولا يستوي في الحكم عبدان، وصل وعبد لأرحام القرابة قاطع. من الوسائل والطرق أيضا التي تعيننا على صلة أرحامنا التغاضي والتغافل. يعني التغاضي؟ انتوا سمعين ولا مش سمعين؟ التغاضي يعني ايه بالضاد؟ يعني عديها، يغض يعني اكنها ما حصلتش، يعني انا شايفها بس تعدي بمزاجي، يعني خدت بالك. التغاضي والتغافل. قيل لاعرابي من العاقل، قيل لاعرابي من العاقل، فقال الفطن المتغافل. الاعراب دول لهم حكم بتجيب من الاخر. يقول له من العاقل؟ قال له الفطن، بس مش فطن وكل حاجة بقى، ماخد بالك هيعذب أهله كده وهيعذب قرايبه وأرحام زي بعض العسكريين، بيطبق الأخلاق العسكرية في البيت فيعيش في جحيم ويعيش أهله في جحيم. الأمر لا يستقيم بذلك، بل هناك أمور لابد أن تتسامح فيها وأن تتغافل عنها حتى تستقيم الحياة وحتى تستمر المودة. من العاقل؟ فقال الفطن المتغافل. وقال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أغمض عيني عن أمور كثيرة وإني على ترك الغموض قدير. أنا ممكن ما عديش حاجة، وما من عمن أغضي، أنا خلي بالك ما بعديش، أنا مش أعمى، ولكن لربما تعامى وأغضى المرء وهو بصير. وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها، أنا أعرف أتكلم برضو وأرد الكلمة بعشرة. وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها، وليس علينا في المقال أمير. أصبر نفسي باجتهادي وطاقتي وإني بأخلاق الجميع خبير، وإني بأخلاق الجميع خبير، كما في ديوانه رضي الله عنه. من أخلاق الكبار والعظماء التغاضي والتغافل، وهو يعين على استبقاء المودة واستجلابها وعلى وأد العداوة وإزالتها. وهذا الخلق دليل على سمو النفس وشفافيتها، هذا الخلق يرفع المنزلة ويعلي المكان. قال ابن حبان رحمه الله من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء، ركز، من لم يعاشر الناس على الناس عموما على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه، يعني حاجات ممكن يعملوها في حقه بس يعديها، وترك التوقع لما يأتون من المحبوب، يعني ما تستناش الإحسان من الناس. أصل أنا رحت له في الفرح وهو ما جاليش، أصل أنا باركت له لما ابنه نجح وهو ما بارك، الدنيا ما وقفتش يا عم، عديها يا عم، في إيه؟ خلاص يعني مش هنقول بقى التغافل والتغاضي بقى واحد مثلا شرب خمرة يعد، لا تكلمش في تجاوز حدود الشرع، لكن أشياء تكون ربما من حقوقي لكنك تتسامح فيها. قال من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشه أقرب إلى صفائه. مش هيعرف يعيش، هيعيش حياة مكدرة كلها نكد. واللي بيتعامل مع زوجته بالأسلوب ده برضه هيبقى كده. أنت في الفترة الأولى معايا عريس، الفترة الأولى في الجواز بتبقى فترة إيه؟ كم شهر الأولانيين؟ زي الفل. لا مش قصدي، بتبقى ايه الفترة الأولانية؟ ها؟ تعارف، جس نبض، اخد بالك. لو انا مثلا قلت لها اعملي كذا ما عملتش، هعمل ايه؟
أخذ بالك؟ لا هكذا أنت بتشوف إيه، وهي نفس الكلام. فلذلك أنا أقول المرأة على ما عودها زوجها، خصوصا في الإيه؟ في الأشهر الأولى، عودها على أن لنا هدفا في الحياة وهو رضا الله سبحانه وتعالى، وذلك بتحصيل العلم مثلا بقيام الليل وصيام النهار حسب ما نستطيع، بالإحسان إلى الخلق، حسن الجوار لمن جاورنا ونحو ذلك. هي اعتادت ذلك، تسير عليه تستمر عليه، عودها أن غايته من الدنيا حسن الطعام والشراب والنوم والتبعل وكذا، خلاص هي ستعيش كذلك حسب ما يفعل الإنسان ويريد من المرء، ولا تعارض بين هذا وذاك، لكن نحن نتكلم عن الهدف الأسمى والغاية من الحياة الزوجية. فالإنسان يعرف العوج الموجود في المرأة ويغضي عنه، خلاص انت عرفت العوج بتاعها، انها في الأكل مثلا 7/10 5/10 أقل، يبقى مع الوقت ممكن إيه تتطور، بس ما توقفلهاش بقى عند شوية الملح اللي نقصه من الرز ولا البتاع اللي شاط، ولا مش كل يوم، كل يوم هتعمل إيه؟ تخش بقى من الباب تتعطر في السجادة المتطبقة، كل ما تخش تزعق، أنا مش قلت 100 مرة السجادة دي تشال من إيه؟ طب ما تشيلها وخلص الموضوع. كل ما تدخل تلاقي الأكل لسه ما جهزش تعمل مشكلة وتزعق، طب ما تصلي السنة على ما الأكل هيك، هما الركعتين السنة يكون الأكل، وهكذا في حاجات. بس هو المشكلة أن إيه؟ ضيق الأفق عند البعض، وأخلاق بقى الشباب والبتاع والعنترية وكده، عشان كده لما توصل للأربعين وطالع تبدأ تبص الورا وتقعد تضحك على نفسك. إخوة الكبار صح كلامي ولا أنا صح؟ تقول ده احنا كنا هايفين قوي، كنا زمان متعارك مش عارف على واحد، لكن دلوقتي بقينا إيه؟ بين عقلين ونضجين، خدت بالك؟ عشان كده استشارة الكبار مهمة جدا، اللي هم أصحاب الخبرة الذين سبقوك في الحياة، بدل ما تعيش بعقل واحد عيش بعشرة عقول ونحو ذلك. لذلك نقول لو كان الإنسان يعيش كذلك كان إلى تكدير عيشه أقرب إلى صفائه، وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه إلى أن ينال منهم الوداد وترك الشحناء، وصدق رحمه الله. لذلك إخواني لابد من معاشرة الخلق وخاصة الأقارب والأرحام بهذا الخلق التغاضي والتغافل، التسامح والعفو. الطريقة الخامسة من الطرق التي تعيننا على وصل الأرحام التواضع ولين الجانب. وهذا من أخلاق الإسلام. حد يجيب لنا آية كده من القرآن عشان تفوقوا شوية، اللي انتوا سقعانين ودفيانين فحتناموا مني. حد يجيب لنا آية كده من القرآن على التواضع، فيها هدايا اهي، يلا بسرعة آية من القرآن على التواضع. لو انت مذاكر هتجاوب على طول، لكن كتير مننا بيقرأ القرآن زي الجرايد ما بيذاكرش، مش عارف السورة دي بتتكلم عن ايه وايه الافكار اللي فيها او العناصر اللي فيها وازاي اطبقها على الواقع. لو تعاملنا مع القرآن بصورة مختلفة هتلاقي، ها لقيت ضبط الوالدين بس، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض جناحك للمؤمنين. آية محمد، ولا تصاعر نفسك ولا خدك للناس، مش خدتوها في المدرسة دي يا شباب ثانوي، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض، سورة ايه ولا مش كده، سورة لقمان. طيب قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ونهى عن الكبر فقال ولا تمشي في الأرض ايه مرحا، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع فقال، حد يقول حديث مين الناس اللي جاوا بكتاب الهدايا بتاعتكم هنا عشان الوقت، حديث ها عليه الصلاة والسلام. طب خلينا بس في الحث على التواضع الأول، إن الله أوحى إلي أو إلي أن تواضعوا، وقال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، حديث في مسلم، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وخلي بالك من كلمة لله دي، يعني بتلاقي واحد قاعد في جلسة بيعملوا تحكيم أو كده وفق الشرع ما فيش مشكلة، فتلاقي الكبارة بتاع الجلسة يقول له خلاص يا عم الشيخ عشاني عشان امسحها فيا دي، فهو لو كان راجل ليه وجهه ومكانه يبقى سهل عليه انه ايه فعلا يعديها، خدت بالك؟ طيب لما تكون بقى لله تبقى اسهل ولا اصعب؟ مفروض تبقى اسهل، بس عند الناس لا، لان الناس تعظم الناس ربما بما لا يعظمون به الله سبحانه وتعالى. فشوف ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكان الصديق رضي الله عنه يقول وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع. توقف كده وقفة مع الشرف في التواضع، اللي بعض الناس يظن العكس، إن أنا لو تواضعت الناس حدسني، خدت بالك؟ ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
ثلاثة أقسم عليهن منهم إيه؟ هذه النبي بيقسم عليها أن الإنسان لما يتواضع الله عز وجل يزيده عزا ويزيده رفعة وليس كما يظن الناس. وكانت هذه أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جرير ابن حازم يقول سمعت شيخا من بني عبس يذكر عن أبيه قال، اسمعوا الموقف الرائع ده، قال أتيت السوق فاشتريت علفا بدرهم. اشترى علف وهو في السوق وعايز واحد يشيله له، قال فرأيت سلمان، عارفين سيدنا سلمان الفارسي، ولا أعرفه، قال فسخرته، يعني شيل البتاع ده، ده سلمان ده كان أمير المدينة، ده سلمان ده قال عنه النبي سلمان منا هذا البيت، يعني مش أي واحد، مش حضرتك دكتور ولا مهندس ولا ابن مين ولا لا لا لا، سلمان. فالراجل قال له شيل ده، فرفعه وحمل العلف، فمر في الطريق ببعض الناس بعض الأقوام، فطبعا شافوا سلمان شايل قالوا نحمل عنك يا أبا عبد الله، يعني ما تشوف مثلا سيدنا ماشي وشايل العلف أنت تقول له إيه يا مولانا هات عنك أنت، ما ينفعش كده. فطبعا التاني اتخض، مين مولاهم ده ومين سيدنا، من هذا؟ قالوا هذا سلمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صاحبنا اتكهرب، طبعا إن أنا شغلت عندي مين، شغلته حمال، خدت بالك؟ فقال لم أعرفك، لم أعرفك يا أبا عبد الله، يعني سامحني ما كنتش أعرف، ضعه ضعه. فأبى حتى أتى المنزل، ما رضاش ينزل العلف لحد ما وصلوا بيه لحد فين، تواضع. هذا لن ينقص من قدره بل يزيده رفع عند الله سبحانه وتعالى. فكان ممكن أول ما يقول له الناس بقى تقول له سلمان بتاع شايف يا بني آدم، مش أنت ما عندكش ذوق، إيه لم أعرف أنت فين أنت وأنت مين أنت، والدنيا تبقى كبيرة أوي. لا لا لا، بسيط، قدرك عند الله أهم شيء، مش مهم الناس مش عارفة قدرك إيه، المهم أن يكون ليك قدر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الحال مع عموم الخلق فكيف يكون حالهم مع الأقارب والأرحام؟ لذلك نقول استعمال هذا الخلق التواضع مع الأرحام والأقارب يحبب الشخص إليهم ويدنيهم منه، كما أن التعالي والكبر يبغضهم فيه ويقطع العلاقات والأرحام. عشان كده الإنسان كل ما يرتفع المفروض يزداد تواضعا، كل ما يرتفع في الدرجات الدنيوية مثلا أو المعاني الشرعية الدينية تلاقيه يبدأ يتواضع أكثر، لأنه يفهم ويفهم عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يفهمه قبل ذلك. ستة، وصلهم بالمستطاع من العطاء وخدمتهم إن تيسر ذلك أو كلما تيسر ذلك، والإهداء إليهم، وصلهم بالمستطاع وخدمتهم كلما تيسر ذلك والإهداء إليهم. الإحسان كما قيل يأسر الإنسان، من أحسنت إليه فقد أسرته، ومن عققته فقد أطلقته. من أحسنت إليه فقد أسرت، أحسن إلى من شئت تكن أميرة، يعني الإنسان لما يحسن إلى الناس يصير بالنسبة لهم كالأمير، معنى كده. فالإحسان يأسر الإنسان، والنفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فإذا كان الله قد وسع عليك فوسع على أرحامك، فإنك إن فعلت ذلك وجدت الخير ووجدت المودة والمحبة وزالت الأحقاد، خاصة على الأقارب والأرحام، لأن العطاء للقريب ولذي الرحم عطاء مضاعف، صدقة وإيه؟ وصلة، كما ذكرنا في الدروس السابقة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال يا سرحان، قال الصدقة على ذي الرحم الكاشح، اللي هو مظهر العداوة، يعني مش بيعاديك بس، ده كمان بيظهر عداوته، ده تتصدق عليه عشان تكتمه، عشان تخليه يبطل، يبطل حسد ويبطل حقد ونحو ذلك، هذا يستخرج الحقد والعداوة من هذا الشخص، بخلاف ذي الرحم اللي هو بيحبك جدا وبيدعي لك وإلى آخره. لا، احنا عايزين ده الأول نبدأ به، ظاهر العداوة هذا. والهدية كذلك هي من أسباب المودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حد يجيب حديث في الهدية، تهادوا تحبوا، فتعاهد أرحامك بالهدية وإن قلت. قال الشاعر إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مضطغن العداوة بعد بغضته حبيبا، تنفي السخيمة عن ذوي الشحناء وتمتحق الذنوب. من ذلك أيضا سبعة، ترك المنة أو انتظار الرد بالمثل، ترك المنة أو انتظار الرد بالمثل،
اللي هو ممكن احنا بنقول يوصلهم ويتواضع ليهم وإلى آخره. بعد ما تعمل كل ده ما تستناش منهم الإحسان. ليه؟ لأنك تحسن لوجه الله. إنما نطعمكم، ولا عشان تطعمونا؟ لا، لوجه الله. لا نريد منكم ولا شكور، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لذلك قال الله: ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، تعرف تفسيرها؟ فلا يربو عند الله. عايز أديها لكم، واجب تبصوا فيها، أن مما جاء في تفسيرها من يعطي الناس ليردوا له العطاء بعد ذلك، وربما ردوه مضاعفة. بيدي عشان إيه؟ نبصوا المعاني دي موجودة عند كثير من الناس، وفي القرى أكتر. المعاني دي في القرى بتبقى أكتر، يا ممكن تبقى جلسة مشاكل وفيها شوم وفيها ليه، عشان فلان بصلي بصة، وفلان رحنا له وما جلناش، وفلان عطنا له وما عطناش، مش كده؟ ومواضيع مواويل خربانة زي ما بيقول، مشاكل كتيرة جدا. والسبب تلاقي أمر هايف جدا، خدت بالك؟ بسبب فقر هذه القلوب. لو كانت هذه القلوب غنية بالله لتجاوزت مثل هذه التفاهات. أنت تفعل ما تفعل من الإحسان ابتغاء وجه الله تعالى، ليس ليرد لك الإحسان بمثله، فضلا عن الوقوع في المن والأذى لمن أعطيته وأحسنت إليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الواصل ليس بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من إذا قطعت رحمه عمله وصلها. مش هو واصل الرحم اللي ما هم يوصلوه، هو يوصلهم، وده حال الناس، لكن الواصل الذي إذا قطعت الرحم وصلها، لأنه يفعل ذلك لله. فهو لا يمن عليهم بالعطية ولا بالزيارة، بل يفعل ما يفعل ابتغاء وجه الله، فعلوهم أم لم يفعلوا، فلا يؤثر ذلك عليه، ولا يؤثر ذلك على بره بهم ووصله إياهم. وهذا من أعظم أسباب بقاء المودة والمحبة. من ذلك أيضا 8، مراعاة أحوالهم وفهم نفسياتهم. مراعاة أحوالهم وفهم نفسياتهم، وإنزالهم منازلهم. إيه معناها رقم 8 دي؟ باقي لنا حاجتين ونخلص، طولنا عليكم النهاردة؟ نحن لسه بدري خالص، احنا كنا بنقعد ساعتين وساعة ونص زمان، ده احنا دلوقتي إيه؟ خففين خالص. مراعاة أحوالهم وفهم نفسياتهم وإنزالهم منازلهم. بمعنى في أقارب بيبقوا فقراء، وفي أقارب أغنياء، في أقارب وجهاء لهم مكان، وفي أقارب من عامة الناس، فلكل إيه؟ معاملة تليق به. ممكن واحد تكفيه الاتصال التليفوني كل مثلا شهر شهرين، وبعضهم ممكن ولو كل سنة، هو راضي بكده، خدت بالك؟ وبعض البلاد ربما، وبعض الناس ربما تجد فيه من الشح والبخل ما يتضرر معه من زيارتك. انت لو رحت تزوره هو مش هيجي لك اصلا، بس برضه زعلان اللي انت بتجيله، تعرف ليه؟ عشان هيكلف نفسه، عشان مش كده؟ ده بعضهم ربما يتضرر من السؤال عليه، هيخلينا نرد وبعد كده نتصل احنا بيه ونشحن فيه، ما تستغربوش. في ايه؟ في بعض البلاد ممكن مثلا لو انت جيت من بره، حاطط هو حاطط منديل كده على الطبق، وانت شلت المنديل، اول ما يدخل فين المنديل اللي كان هنا؟ مشكله كبير، فين غطى الازازه؟ فين مش في ناس كده، الله المستعان. عشان كده ادوى الادواء اللي هو البخل والشح، عافانا الله والمسلمين. فبعض الاقارب يعني يختلف عن البعض الاخر، في واحد لازم الزياره الشهريه، ولو ما جيتش هتبقى مشكله كبيره، ولازم ما تدخلش عليه ايدك فاضيه، لازم كيسين مثلا فاكهه وانت رايح او كده، وهكذا. فالانسان يحاول ان يفهم نفسيات الاقارب والارحام، وكذلك يتعرف على احوالهم، ويصل كلا منهم بما يناسبه. يصل كل في بعضهم مثلا كثير الشكوى والعتاب، اللي هو كل ما تروح له يعاتبك، فينك من زمان ما شفناكش، وينفع كده ما جيتليش، مش عارف ايه، ومساء على طول. انت خلاص عرفت طريقته دي، يبقى الطريقه اللي تتعامل بيها معاه ايه؟ معلش سامحني وانا غلطان وحقك عليا، وانت مش غلطان بس عدي وخلاص، مش مشكله. يبقى تفهم الدماغ فيها ايه، والطريقه ازاي للتعامل، هتعيش مستريح، خدت بالك؟ هذا اعون على دوام المحبه، واعون كذلك على بقاء الصله. 9، ترك التكلف مع الاقارب ورفع الحرج عنهم. ترك التكلف مع الأقارب ورفع الحرج عنهم. كما أن التكلف ربما يؤدي لقطع الأرحام،
فإن ترك التكلف من أسباب صلة الرحم. بمعنى إنسان يأتيك يزورك فتتكلف له، تذبح له وتجيب له مش عارف واحد واثنين وثلاثة وعشرة، فيقعد بقى هو مهموم، طب هو لما يجي يزورني طب أنا هعمل له كده إزاي، ما كان ما كنتش جيت له أحسن، لا بلاش بقى بقى، صح؟ بيحصل. لكن خير الأمور أوساطها، تخليك إنسان يعني وسط، ولا تبقى بخيل ولا تبقى إنسان متكلف، يعني تعامل مع، إلا يعني في بعض الحالات ربما في بعض الأرحام ما بيأكلش أصلا الحاجات أنت بتجيبها دي، فرحان جدا لما بيجي لك، وأنت هتروح له مش هيعمل لك ولا ربع كده، هو عادي مش مشكلة. يبقى الأحوال تختلف، كما أن التكلف وكثرة النفقات تزهد في الزيارة، لأنه لا يستطيع الرد بالمثل أو يشفق على قريبه هو يعني الآخر وذي رحمه، فهو لا يريد إيقاعه في الحرج، فربما قطع رحمه بسبب ذلك، ولا يستطيع هو كذلك الرد بالمثل، فربما حصلت القطيعة أيضا لأجل ذلك. لذلك نقول خير الأمور أوسطها، لا مانع من إكرام الأقارب والأرحام، لكن بما يناسب حال المكرم والمكرم، ولكل مقام مقال ولكل حال ما يناسبه. وكلما كان الشخص قليل التكلف متسما بالسماحة حرص أقاربه على وصله وزيارته. العاشرة والأخيرة، تحمل عتاب الأقارب وحمله على أحسن المحامل وتجنب الشدة في ذلك. تحمل العتاب وحمله على أحسن المحامل وتجنب الشدة في ذلك. الكريم هو الذي يعطي الناس حقوقهم ويتغاضى عن حقه. الكريم هو الذي يعطي الناس حقوقهم ويتغاضى عن حقه إذا قصر فيه أحد. الكريم يسع الناس بحلمه وعفوه وسعة أفقه، فإذا ما عاتبه أحد أقاربه أو أغلظ له حمل ذلك على أحسن المحامل، يعني كأنه يقول له لو أخطأت في أسلوبك فإنك ما تخطئ في حسن نيتك، هو أنت عارف أنت هو أصلا يقصد إيه، كما يفعل الأب مثلا مع ابنه، ربما اشتد عليه ربما أغلظ له، لكن الولد الفطن الذكي يوقن أن الوالد ما يشتد عليه إلا لإيه؟ لمصلحته، كما قال القائل قسى من القسوة، يعني قسى ليزدجروا، عشان إيه؟ لزجرهم. ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه، ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه، اللي بيرحمهم ما ينفعش على طول رحمة كده، لازم معاه أحيانا إيه؟ شيء من الشدة والحزم حتى تقوم الأخطاء. لذلك يحسن التعامل مع أرحامه، يتحمل عتابهم، يعفو عنهم ويصفح، يحمل كلامهم على أحسن المحامل. كذلك لا يكثر من العتاب، لأن كثرة العتاب تجلب البغضاء والشحناء وتذهب المودة والمحبة. أما ترى أن الله قدم العفو على العتاب حينما قال لنبيه عفى الله عنك، بعدها إيه؟ لما أذنت له؟ وكان ممكن لما أذنت لهم بعد كده عفو، لا قدم الإيه؟ العفو، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذه المعاني العظيمة أحبابي، يعني لعلنا حينما نتدارسها وحينما نتفكر فيها ونقارن بينها ونطابقها على واقعنا، ربما عرفنا السبب الذي أدى إلى تقطيع الأرحام وأدى إلى التهاون من البعض في وصل الأرحام. علنا بإذن الله تعالى حينما نأخذ بها تعود المياه إلى مجاريها كما يقال. ويبقى لنا في الحديث الذي ذكرناه كعلامة من علامات الساعة، يبقى لنا الحديث عن كثرة الفحش والتفحش، وهذا الذي نراه في واقعنا كثيرا وعلى صفحات التواصل، وسب وشتم وغير ذلك، ووقوع من البعض في لعن وتكفير واتهامات باطلة وجائرة، فهذا يكون الحديث عنه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.